اليوم موضوعنا الفاسكولار سيستم، زين يعني ارتريز والفين او الاورجن. كالعاده خلينا نبدا بالاورجن مال كل فيسل، من وين يطلع هسه الاورجن مال الفيسلز بشكل عام؟ من وين؟ بالجسم. هارت يعني من الهارت. اوكي الهارت زين، والفينز كلهم ترجع للهارت. فراح نبدا هسه من الاورجن، نعرف شنو التصنيفات، شنو اللي يصير على مود نعرف هذول من وين جايين كل ارتريات مال. هسه اول شيء فنفرغ هذا الهارت، زين تو اتريوم تو فنتريكلز صح؟ زين اذينين وبطينين، اذينين فوق وبطينين جوا. زين طلع الايورتا از ان ارتش، يطلع بشكل ارتش. زين لما يطلع بشكل ارتش راح ينقسم بالليفت سايد الى قسمين صح، وبالرايت سايد ينقسم واحد صح ولا لا؟ زين الاثنين هنا هذا يسموه ليفت كومن كاروتيد، هذا هنا ليفت كومن كاروتيد، هذا وين يروح؟ للهيد والنك. والثاني يسموه ليفت سبكليفيان، هذا وين يروح؟ كل الزين. هذا هنا نفس اقسامهم بس يسموه بالبدايه بريكيو سيفاليك ترانك، بريكيو سيفاليك ترانك. هذا الترانك راح ينقسم نفس الاقسام، زين راح ينقسم نفس الاقسام، يعني يصير رايت كومن كاروتيد ورايت سبكليفيان. اوكي الرايت يروح لل ابر لين بالرايت سبكليفيان، والرايت كومن كاروتيد راح يروح لل. زين هسه يكمل از ان ايورتا اللي نعرفه طبيعي، الابهر طبيعي مالتنا اللي نعرفه. اذا مشى بالمنطقه الصدر يسموه ثوراسك ايورتا، زين شو يسموه؟ ثوراسك ايورتا. وراها لما يصير جوا الديافرام، ديافرام حجاب الحاجز، هذا حجاب حاجز نزل صار اسمه شنو؟ ابدومينال ايورتا. ابدومينال ايورتا ابدومينال يعني بطن ايورتا. زين هسه على مستوى ال4 اللمبر يعني الرابعه، زين راح ينقسم قسمين، زين راح ينقسم قسمين اللي هم شنو؟ كومن الياك، كومن الياك زين، ليفت كومن الياك ورايت كومن الياك. كل كومن الياك راح ينقسم اثنين، انترنال واكسترنال. زين الانترنال هذا وين يطوب؟ وين يدخل؟ بالبلفس، يروح بلفس وجلوتير ريجن وهب شويه وشويه ثاي. انقسامات الرئيسيه ثلاثه وكلهم تعرفوها، سوبيرير جلوتيا وانفيرير جلوتيا وابتريتر ارت. سوبيرير جلوتيا تعرفوه، انفيرير جلوتيا اوكي. الاكسترنال للور يروح لجوا، لما يوصل لل شنو هاي؟ لما يوصل للانجوانا ليجمنت راح يصير اسمه كومن فيمورال ارتري. اوكي كومن فيمورال، ما عندنا في شيء اسمه فيمورال، فيمورال لا تقولوا كومن فيمورال، يعني خليك شويه اي كومن فيمورال. الكومن فيمورال يمشي 2 سنتيمتر تقريبا، ينقسم قسمين اكيد بما انه كومن راح ينقسم قسمين، زين اللي هو ديب وسوبرفيشال. ديب له اسم ثاني يسموه بروفاندا فيمورس. اوكي ديب وسوبرفيشال، طبعا هاي الرسمه غلط، السوبرفيشال لازم يمشي لي جوا دايركت والديب يروح لاترال، زين فنفرض هذا اللاترال والسوبرفيشال مشي. الديب عنده هواي اقسام والكومن فيمورال عنده هواي اقسام، ذاك الكذبه راح نشوفه. زين والديب عنده قسم مهم كلش اللي هو اللاترال سيركمفلكس، راح نشوفه هنا، والميديال سيركمفلكس، ميديال ما نشوفه بس بذاك الكذبه. زين بس هنكمل الباث مالتهم. السوبرفيشال فيمورال راح ينزل للادكتر كانال، للادكتر كانال
ورا الادكتر كانال راح يطلع بوستيريرلي از بوبليتيال ارتري بالبوبليتيال فوس يروح بوستيريرلي يصير بوبليتيال ارتري زين البوبليتيال راح ينقسم تو برانش واحد بوستيرير تيبيال واحد انتيرير تيبيال البوستيرير اول ما يطلع راح يعطينا قسم وهو يكمل القسم مالته هذا ال لا هذا الفيبيلار اوكي البيرونيال برونيال ارت لا لا بيرونيال زين وينزل از بوستيرير تيبي يوصل للميديال مالولاي يروح جاست لاترال اند بوستيرير لها وراح ينقسم قسمين ميدال بلانتر ولاترال بلانتر ارت ويسمون الارتش مال البلانتر سيرفيس اوف ذا فوت زين الانتيرير راح يروح للانتيرير كومبارتمنت اوكي يمشي يوصل لل ريتيناكيلوم اكستنسر ريتيناكيلوم يمر بيهايند ذا اكستنسر ريتيناكيلوم زين ويكمل از دورسالس بيديس هذا يمكن الاسم الغريب الوحيد راح تشوفه دورسالس زين هاي لاتين وورد كلمه لاتينيه دورسالس يعني شنو دورسال سيرفيس البيدس يعني القدم اوكي دورسالس بيدس هذا اهم شيء بي بين ذا فيرست اند ذا سكند ميتاتارسال زين خلينا نشوف هذا الحكي اكو بعد طبعا ارتريال ثانيه راح نشوفها هسه مفتهمين الاوريجن الاوريجن واضح زين نروح هناك خلينا نشوف الاوريجن بما ان حكينا بيه كله راح اعيد مرتين يعني لا ليس الاكتظاظ جماهيري مرتين راح اعيد اذا تريدون تسووها ولد بنات بعد احسن ايه بعد احسن اوكي ولد بنات قولي بنات اشرح لهم وراه الولد اختار التصور يلا تعال ورا الجماعة كل خي شوف كل خي شوف زين هسه هذا هنا هذا كبير هذا الابدومينال ايارت اوكي الورا هذه هذا اكبر فين موجود بالجسم يسمونه انفيرير فينا كافا انفيرير فينا كافا فينا يعني فين كافا لان ما الفين همين اجوف وانفيرير هو انفيرير لان اكو سوبيرير من لابر لين اوكي هذول الاثنين كلهم يروحون يعتبرون الاساس مال الفينز بالبدي كلهم انفيرير فينا كافا هاب الثوركس ان شاء الله اكثر شيء داخله خلينا نحكي بالايورتا هاي الايورتا الابدومينال طبعا الثوراسك فوق الهارت هذه وهذا الارتش مو قلنا يطلع از ان ارتش اوكي واضح الارتش او هذا العب هذا الارتش زين وهاي اقسامه مهم هذول بالثوركس انا بس حبيت اقول لكم الاوريجن صار هنا الابدومينال ايورتا هاي مستوى ال4 انقسم قسمين اوكي هاي الليفت كومن الياك وهذا الرايت كومن الياك مشى شويه وانقسم الى قسمين الانترنال الياك وهذا البرا الطالع هذا الاكسترنال الياك اكسترنال وانترنال ماشي هذا الاكسترنال خلينا بالاكسترنال شغلنا به الاكسترنال الياك وصل للانجوانال ليجمنت واضح؟ زين لما وصل صار اسمه كومن فيمورال انا ما اريد اسمع واحد يقول فيمورال هو كومن فيمورال هو كومن فيمورال يعني خليك علمي شويه اكثر من البقيه يعني خلينا نتميز عن الناس العاديين زين كومن فيمورال ماكو فيمورال ارتر زين الكومن فيمورال زين راح ينقسم هذا وهذا هذا اللي يروح لترال شو اسمه الديب فيمورال او البروفوندا فيمورس بروفوندا فيمورس ماكو بروفوندا بريكر ها بروفوندا فيمورس والناز اللي جوا شو نسميه سوبرفيشال فيمورال واضح انه الديب رايح لترال واضح انه السوبرفيشال راح يكمل ستريت فورورد خلينا نحكي بالسوبرفيشال شويه السوبرفيشال زين من نزل وين اختفى هاي الادكتر كانال
وراح يطلع المفروض بوستيريور. زين بالنسبه للديب هنا، زين انت اول شيء هذا انت لازم تعرف هنا بالفيمورال تريانجل التقسيم شنو فان. زين فان يعني اول واحد هذا فين، فين ارتري والثاني ارتري والثاني ثالث نيرف. يعني هنا هذا شنو، هذا فين، وهذا شنو، وهذا البلكسس هاي كلها نيرف. زين هسه هذا شنو الديب كل الزين، وهذا زين الديب اول ما يطلع يطي لاترال سيركمفلكس وميديال سيركمفلكس، واحد يروح هيك اللي هو هذا، واحد يروح من هنا منها ما مبين، بس هو بشكل عام هو يطي اول واحد هذا الميديا هذا اللاترال سيركمفلكس. زين هذا اللاترال وراح ينقسم انقسامات ثلاثه، هذا بس مبين به الثالث، ليش لا اشرح هنا على ما نرجع لهذا نقول شنو هو. فهسه هذا صار لاترال سيركمفلكس اول ما طلع الديب وقطه ميديال منه، يعني هو واحد منه وواحد منه. اللاترال سيركمفلكس راح ينقسم ثلاث اقسام من الديب، من الديب راح ينقسم ثلاث اقسام، واحد يصعد لي فوق، واحد يصير هيجي، واحد ينزل لي جوا. من اسمائهم اللي يصعد لي فوق لا اسندنج صاعد، اسندنج اسندنج صاعد. زين واللي يروح هيجي يسموه ترانسفيرس، واللي ينزل لي جوا ديسندنج. كلش اذا كان عندنا ميديال راح نشوفه بالكثافه الاولى، اذا كان عندنا ميديال بس اقسامه من بين حتى بالكثافه الاولى راح ينقسم قسمين. انا احكي هذا حكي نظر عم تفهموه، ينقسم قسمين بس اسندنج وترانسفيرس. هذول كلهم يروحون للهب ويسوون انستموسيس، يعني الاسندنج يسوي انستموسيس ويا الاسندنج، والترانسفيرس يسوي انستموسيس ويا الترانسفيرس. اوكي الدسندنج هذا يروح للني، يعني عمود اذا تريد تعرف شغله شنو للني يروح ينزل ينزل ويروح للني. مال اللاترال، مال اللاترال عنده واحد زايد اللي هو الدسندنج، اما الاسندنج والترانسفيرس راح يسوون انستموسيس ويا الميدل سيركمفلكس، راح يطهم من اسندنج وترانسفير يسوون انستموسيس حول الهب الميديال سيركمفلكس. احنا قلنا اللاترال بس اسمعوني، اللاترال سيركمفلكس ينقسم ثلاث اقسام اوكي اسندنج وترانسفيرس وديسندنج. هاي اللاترال الميديال ينقسم اسندنج وترانسفيرس، هذول الاثنين باسمائهم نفسها يسوون انستموسيس لورا بوستيرير حول الهب. واضح الديسندنج راح ينزل لجوا بس اسمه ديسندنج نازل، ذولاك راح يجتمعون سوا حول الهب. هنا اللي مبين منه منو؟ ديسندنج. هذا رايح وذاك رايح. زين؟ يعني يمكن يبينون منه بس هو يمكن كله مقطوع. زين؟ هذا ديسندنج. واضح انه راح يكمل للني. زين. هسه راح ارجع شوي لورا. كومن فيمورال يعني بديت بهذا لان هذا كل الكادفارز موجود، اما الكومن فيمورال بس دول الاقسام مالته بس بهذا الكادفار موجود. الكومن فيمورال عنده اربع اقسام قبل ما يصير ديب وسوبرفيشال، اربع اقسام. اكو واحد يرجع لي ورا الراجع شو نسميه بالاناتومي سيركمفلكس، سيركمفلكس إلياك ارتر. هذا اذا دا تشوفوه هذا هذا مبين واحد وردي هذا اوكي. هاي سيركمفلكس فيمورال سيركمفلكس إلياك هو كومن، يعني صار اكسترنال إلياك نزل هاي انجوانال ليجمنت صار كومن فيمورال. كومن فيمورال يطي واحد منه ويطي واحد منه ما موجود هسه يسموه بيجاستريك يسموه سوبرفيشال بيجاستريك. زين وينزل ورا ما ينزل شويه راح يطي واحد اثنين واحد اثنين، هذا قبل انقسامه واحد واثنين. هذا الفوق شو يسموه superficial external pudendal superficial external pudendal superficial external pudendal، لأن ال internal pudendal اللي جينا من وين؟ من ال internal iliac. أوكي يعني تفرعات يصير internal iliac. وهذا شو يسموه deep شنو؟ external pudendal artery. external pudendal artery. الإبيجاستريك المفروض يكون هيك رايح، يعني إذا هذا هيك رايح هذا المفروض هيك يكون رايح. واضح؟ راح أعيدهم بسرعة.
هسه هنا ابدومينال ايارت انقسم الى كومن الياك. كومن الياك الكومن الياك راح يعطينا الاكسترنال والانترنال الياك. الاكسترنال مش على الانجوانا ليجمنت صار كومن فيمورال. كومن فيمورال يمشي 2 سنتيمتر اوي ينقسم قسمين، واحد سوبرفيشال واحد ديب. الديب اول ما يطلع او البروفوندا اول ما يطلع راح يصير لاترال سيركمفلكس. اللاترال سيركمفلكس راح يعطي 1 2 3. الواحد اللي فوق هذا شنو؟ هذا الاسندنج، هذا الترانسفيرس وهذا الديسندنج. صديقه منا يطلع بس ما مبين ولا كدفار الا بالاولى اسمه الميديال سيركمفلكس، راح يعطي اسندنج وراح يعطي ترانسفيرس، يسوون انستموسيس بيناتهم والديسندنج هذا يروح للني. اوكي زين. الكومن فيمورال راح يعطي 4 اقسام. الاول الصاعد لي فوق سيركمفلكس الياك، واحد يجي هيك اسمه ابيجاستريك، هذول اثنين اكسترنال بيدندر، واحد سوبرفيشال واحد. واضح؟ اوكي هسه الحكي كله راح يصير بوستيرير. يلا جيبوا الجماعه زين. هسه هذا شنو؟ هذا شنو؟ هذا زين ما تحكينا بيه بالثوركس، راح نحكيهم بشكل مفصل. انا ما اريد هسه اعقد الامور عليك. واحد اثنين هذا ذا بيجست ارتري ان اور بادي ابدومينال ايورتا. يعني شلون بيجست؟ يعني الاكبر بيجست برا وايد شريان الاكبر بالجسم. والورا ذا بيجست فين تقريبا ان ذا بادي اللي هو الانفيرير فينا كافا. ما ادري اذا سامعين بيلون انفيرير فينا كافا. هذا هذا ابدومينال لان الديافرام هنا. هذا شنو هذا؟ هذا اللي كابيتال. هذا الديافرام. انت راسك ما بينها؟ راسك ما بين كنت تفتح لا كذا انا ها على الورا. طيب يعني ما اريد تضجون بي هذا. عفو عفو بس هذا يعني الفين اللي يجيب من جوا من كل اللورا. المهم يعني نهايه الفينات كلها بي يعني مثل كراش العلاج بالضبط. هذا شنو الابدومينال ايورت. اوكي الابدومينال ايورت على مستوى L4 راح ينقسم قسمين. شنو هما؟ ليفت كومن الياك ورايت كومن الياك. يمشي شويه راح ينقسم قسمين اكسترنال. هذا الاكسترنال ينزل للاور لم، هذا الانترنال طب للبلس. عفوا الانترنال هو هذا بس كان لك بين الانترنال. هذا الانترنال عشان لك ورا كبير بين هذا. لا الورا هذا لا هذا عفوا هذا الاكسترنال. انا المهم عندي الاكسترنال هذا الاكسترنال الياك ارتر. هذا شنو؟ نقول لك نزلنا اللي جوا شو اسمه؟ كومان فيمورال. طب للفيمورال ترانجل مو هذا فيمورال ترانجل؟ اي زين. اول واحد بالترتيب شو اسمه؟ فين. الثاني ارتري والثالث نيرف. فان الفي فين والاي ارتري هذا نيرف. هاي بكل البشر حتى فاريشن ما لا حد يقول لي فاريشن ماك فاريشن. هذا فين ارتري نيرف زين يعني فيمورال ارتري فيمورال فين فيمورال نيرف. الفرق بين الفيمورال ارتري والفيمورال نيرف شنو؟ الفيمورال نيرف من فوق اسمه فيمورال نيرف بس الارتري حسب الوضع كون اكسترنال وراه يصير زين. والفين طبعا اكيد كل بس الارتري. كل الفينز تتبع الارتري مسمياتها بس باللور لين بالفينز عندنا تو سيستمز، واحد ديب واحد سوبرفيشال زين. الديب سيستم هو اللي تبع اسماء الارتري، سوبرفيشال اثنين تعرفوهم فينس راح نشوفهم بالكذا باست زين. هسه خلينا نبدي منه لان منه شويه اكو مقطوع. هذا كومن فيمورال كومن فيمورال راح ينقسم قسمين. هذا شو اسمه؟ رايح لاترال رفاندا او ديب. وهذا شنو؟
سوبرفيشل في مرة. أول ما يطلع الديب يطق اسمين اللي هي تكملة ومنها واحد. المنها هذا الواحد ما موجود. بس المنها هذا مبين شو اسمه لاترال سيركمفلكس. لاترال سيركمفلكس. وإذا أكو منها واحد يسموه ميديال سيركمفلكس. هذا يطلع من البروفانتيشن. إيه. اللاترال سيركمفلكس راح ينقسم ثلاث أقسام. واضحات؟ واحد اثنين ثلاث واحد صاعد واحد هيجي ما أدري شنو أفقي واحد نازل. أسماءهم حسب وين يروحون. الصاعد أسندينج رايح هيج ترانسفيرس ورايح هيج ديسندينج. نظري ما موجود. إذا أكو ميديال سيركمفلكس راح ينقسم بس قسمين أسندينج وترانسفيرس. دول الاثنين راح يسوون بوستيريور اللي عد الهيب بوستيريور إيه يسوون أنستموسس. يعني الأسندينج يسوي أنستموسس ويا الأسندينج والترانسفيرس يسوي أنستموسس ويا الترانسفيرس. بس السؤال الديسندينج هذا بالعكس شنو شغله؟ هذا ينزل الني. هسا راح أحكي لكم هنا زين. هسا هاي أقسام الديب نشوفها. بس اكو اقسام بعد بس احنا خلينا نقول الموجوده هنا. نرجع هنا هذا كمان في مره انقسم قسمين هذا وهذا هذا اطلت الى السيركمفلكس بس الاسندنج والترانسفيرس رايحات. هذا ناترال مبين اي 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 بس شنو رايحات الاسندنج والترانسفيرس. ايش باقي؟ باقي شنو؟ الديسندنج. والديسندنج نازل اللي جوا وين رايح؟ فإذا نعرفها من الديسندنج إذا بيديسندنج هذا قبل نقول لاترال. لا أنت تعرف لأن هذا الديب. الديب أو الكونتينيويشن مالته لاترال سيركمفلكس. زين؟ واللي وراه ميديال؟ ميديال ما مبين. ماكو واحد بعيد؟ شوية مبينات. هذولي؟ لا واحد منها منها مبين. هاي الزاوية. يم الجانب المصري. لا صغير اصغر من هيك. لا لا مو هذا راح اعيد اني بس هذا فين ارتري. نعم الارتري قسم قسمين ديب سوبرفيشال. الديب طلعت راس الكونفلكس مبين منه الديسندنج بس هنا مبينين الاسندنج والترانسفيرس. زين هسه راح ارجع على شغله لان ما موجوده بس بهذا الكادفار فحبيت اخرها اخر شيء لان مهمه شويه. لا الكومن فيمورال عدى اربع اقسام قبل ما يصير سوبرفيشال وديب بس بهذا الكادفار مبين اقسام. واحد يصعد لي فوق هذا تشوفوه الوردي هذا هذا صغير